الاحتفالات الدينية في مصر هي احتفالات مصرية، مش احتفالات متعلقة بديانة. يعني أنا أشوف طول عمري من يوم ما اتولدت ومن قبل ما اتولد أسمع وهكذا، إحنا في مصر بنحتفل بكل حاجة، كلنا بنحتفل بكل حاجة، وجزء كبير جدا من احتفالاتنا ليها علاقة بموروثاتنا الثقافية وتقاليدنا وعاداتنا، مش بس متعلقة بشعائرنا. يعني مثلا إيه، أنا ما بحبش أقول لك إيه، والمسيحيين يحتفلون بعيد الغطاس، مش بس، طب أنا مسلم وبحتفل بالعيد بإن إحنا بنقعد لسه إمبارح واكل قلقاس مثلا. يعني ده جزء من شكلنا في هذا المجتمع، المجتمع اللي بيتعامل مع بعضه البعض طول الوقت في وجدانه أو بوجدانه وفي داخل ثقافته وفي عقله وفي عقليته وفي بنائه، دون أن ينظر إلى والله الشرائع، الأديان، المذاهب، ده مش في دماغنا من قبل ما المجتمع الإنساني أصلا يذهب إلى مسألة يا جماعة وكلنا أبناء وطن واحد. هو احنا في مصر طول عمرنا كده، خلقتنا كده، مصريين أقباط، مصريين بس. طيب، كل سنة وكلنا طيبين بعيد الغطاس. معانا على التليفون الأستاذ إسحاق إبراهيم الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي. أهلا أهلا أهلا، وكل سنة وكلنا طيبين. طيبين، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الغطاس، وهو عيد الإبيفانية أو عيد الاستنارة. أيوة، احكي لنا حكاية العيد ده. كان الاحتفال بالعيد أصلا احتفال شعبي أولا، وهو احتفال ديني وشعبي في نفس الوقت. أيوة. وكان بيخرج الناس جميعهم وعلى رأس الناس طبعا حاكم البلاد إلى النيل، وبيحتفلوا به على النيل. وطبعا الخروج إلى النيل كان بيبقى بمشاعل، وانحصر الآن طبعا في الصلاة على المقدس من بعد الحاكم بأمر الله، انحصر الاحتفال في الاحتفال في الكنيسة على المقدس، ولكن بقيت بقايا كتير من الاحتفال ده موجودة إلى الآن.